السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم الزيتون كحل مشرمل ديال الدار اللي الكل كيعرفو، لكن طريقة زوينة باش غادي نصيبو إن شاء الله. غادي نقدمو معكم، كيجي على هذا الشكل هكذا غزال، كتاكلوه وكتعرفو شنو كتاكلوه، ونقي وبنين ومصيبينه في الدار على يديكم. انا هذا الزيتون جبتو من الدار من عند الوالده، ماشي ديال هذا العام، هذا ديال العام اللي فات جبتو، بقى ليا هكذا مرقد. غادي نوريكم الطريقه ان شاء الله ونبداو. هذا الزيتون هو عندي جبتو هكا كساين، جبتو من عند الوالده، حيدت منه يلاه داك كيسريو هكا كيحيدوه من الزيتونه، وكيبقى نقي كتشدوه كتغسليه كيبقى كيتنشف. كنديروه في واحد الخنشه ديال ميكاب بلاستيكيه، وكنخويو عليه الملحه وكنجمعوه ونخليوه في داك ميكا هكداك، ما كنقيسوش. هذا ديال العام اللي فات. دابا غادي نغسلو، كان عندي في كيس بلاستيكي محتفظه به، وغادي نغسلو دابا معاكم وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش. راه غزال، حسن ما تمشيو تشريوه من الزنقه، حتى الا مشيتو شريتوه من الزنقه قدر الله، حيت حنا كلشي كناخذو الزيتون معروف كلشي كياخذو من الزنقه. انا ما نكذبش عليكم، ما كناخذوش من الزنقه، ديما كنجيبو من عند الوالده، كتصايبو ليا مسكينه عندها في الدار. لكن مؤخرا ملي بقيت كنمشي كنجمع الزيتون معاها تما، كنجيبو كنصايبو لراسي هنايا، كنغسلو بهذه الطريقه بحال هكذا. ها نتوما كنغسلو مزيان باش كتحيد منه داك الملحه، وكيتحيد منه داك المرج ديالو، داك حنا كنقولو المرج، داك الماء ديالو كحل كيتزول منه. غنغسلو مزيان هكذا ونديرو في الشبيكه يتسقطر حتى تحيد منه عفوا تتحيد منه هاد الكحوله هكذا. تيبقى ليا الزيتون تحيدت منه داك الكحوليه، ما بقاش فيه حتى شي حاجه، هو ديجا حنا عندنا نقي كنقيوه، ما نخليو فيه لا تراب لا داك العواد لا حتى شي حاجه، كنخليوه نقي وعاد كنديروه بحال هكذا. وان شاء الله مازال نقدم معاكم طريقه الزيتون نيت بحال هذا كحل، ولكن هذيك طريقه مختلفه. هذا كنجيبوه حيت الا بغيتو تحافظوا عليه كنديرو حنا غير القياس. بحال دابا انا دابا تتسالى ليا الاخر، وعاد جبت عاوتاني هذا غسلته بحال هكذا، غادي نغسلو حتى يولي ليا الزيتون نقي، وغادي نديرو نعصرو مزيان، ندير عليه شي حاجه نتقل عليه. حنا اللي في الدار عندنا كنتقلو عليه كنديروه في الشاميه، وكنديروه بواحد الكريك كننزلو عليه بحال هكا كيدورو عليه، كيقطر منه داك الماء حتى كينشف. منين كينشف منه الماء مزيان، عاد داك الساعات كنقدروا نشمشوه، حيت هو خصو ينشف منه الماء، ما يبقاش فيه حتى قطره ديال الماء. وغنستمر هكذا حتى غنغسلو. ها نتوما مشاهدينا اللي هو غادي والماء ديالو كيصفى، كيخرج منه داك الماء اللي كحل كيخرج منه بحال هكذا، غيبقى غير الزيتون صافي نقي هكذا، باش كنقدروا نعرفوا اشنو كناكلو. الحاجه ملي كنديروها هاد يدينا في الدار كتجي صراحه زوينه، ماشي بحال اللي كتشري من الزنقه ما كتعرفيش فين كان وباش مصيبينه وباش خادمينه، وما غاديش يصيبوا له الطريقه باش كنصيبو حنا، لا ما غاديش يصيبو. غنعاود نزيد نغسلو مزيان هكذا صافي. مي دابا راه نتنقى ولا مزيان ما فيه والو، حيت كنحاول ندير شويه بشويه هكا باش الزيتون يولي ليا نقي. هذه هي الغسله الاخرى حيت انا درت بزايد، غنغسل هذه الشبكه بشبكه، عندي جوج شبكات، غنغسل هذه وعاد نعاود نغسل الاخرى. ها هو الزيتون دابا فركته ما بين يديا، كيبان نقي ما فيه حتى شي حاجه. بهذه الطريقه هكذا غير ديروه، غادي ان شاء الله غادي ينجح معكم 100%، غادي ينجح معكم، وغتعاودوا ديما ديروه، غادي يعجبكم ديال الدار على ديال الزنقه اللي كناخذوه. صافي الماء هو بدا ليا ولا نقي، حيت كنكونو حنا كيما فسرت لكم، حنا كنكونو دايرينه في خنشه كيس بلاستيكي،
ملي كنخوي عليه داك الملحه كيقطر داك الماء ديالو، كيبقى في داك الكيس بلاستيكي ما يكونش كيسيل. او ديروه في سطل ديال البلاستيك وتسدو عليه، ولا عشي برميل وتسدو عليه، هكذا كيحافظ عليه كيبقى زوين. فاش ما درتوه كيبقى زوين. منين تبغيو تصيبوه تشرملوه كتجبدوه بهذه الطريقه كما كنديرو انا هكذا، وكتغسلوه تنقيوه مزيان وتخليوه حتى يتسقطر مزيان، وعاد كديروا ليه الشرموله ديالكم اللي بغيتو نتوما. صافي، هو الماء تنقى ما بقى فيه والو. دابا صافي ولا نقي مزيان، كنعاود غير نتاكد نشلل ونعاود هكذا باش نعرف، راه نتاكد من الزيتون تنقى ليا مزيان. وان شاء الله مازال نقدم معكم الطريقه ديال الزيتون خضر مفرشخ كما كنديروا حنا في الجبل. هذه الطريقه جبليه على حقها وطريقه. حنا كنديروا له واحد العشبه سميتها مانتا، مي حنا ما عندناش الزيتون. بعد ما غسلته بيتو ليله كامله، رقدته هكا، شديت هذيك القراده درت عليه من الفوق، ودرت واحد الكيس بلاستيكي هو نشف هنا من الماء، وحطيت عليه بوتاغاز، البوطه اللي كنطيبو عليها عامره عندي ثقيله، وحطيته في السرج من عندي. ها هو قطر دابا مزيان وبيتو ليله كامله وهو كيقطر. منين قطر ليا مزيان غادي نطلعو للسطح ونشرته قيا النهار كامل، وكان باقي خصني ليه شويه عاوتاني لغد ليه كملته وشمشته مزيان حتى ما يبقاش فيه حتى قطره ديال الماء، كيولي مشمش زوين بهذه الطريقه. حيت راني طلعت السطح الفوق ودرت له واحد واحد بحال الميكا، ماشي ميكا، واحد الساك قطعته بحال داك السي كندمرجها اللي كنتقداو فيهم، يكون مهوي شويه، قطعتهم جوج ونشرتهم هكذا. السطح عندنا نقي ودرتو حتى تشمش على خاطرو يومين، وانا كنشمش فيه حتى يبان لكم الا كان مثلا الحراره مزيانه يقدر غير نهار راه يروح يابس، خصوصا الا نشرتو في الصباح حتى العشيه راه كيروح ناشف. والا قطر لكم مزيان، قطرتوه مزيان ثقلتو عليه، راه كيروح ناشف مزيان. انا كان باقي خصو شويه، عاوتاني زدت شمشتو هكذا باش الزيتون يجيني مزيان. ها هو دابا الزيتون هبطتو صافي، نشف ليا هانتوما ناشف ما فيهش الماء. تقدروا تاكلوه هكذا دابا، هذا راه حلو ما حار ما والو، حيت عام هو مرقد هذا العام اللي فات. ودابا غندوزو لطريقه التحضير. كما قلت لكم حنا عندنا واحد العشبه سميتها مانتا، عندنا غير حنا في الجبل في جباله هنا ما كايناش في كازا، قلبت عليها وعاودت ما لقيتها شي، واللي كنقولها له ما كيعرفش الاسم ديالها. ودابا غنبداو بالمقادير. غادي نضيف زعتره حتى هي كتجي غزاله، الكل كيرقد بها الزيتون هكذا، هي راه كارمه، تقدروا تحكوها بين يديكم، ما بغيتوش تحكوها خليوها غير هكا باش تطلق شي شويه، غير تطلق داك النسمه ديالها وهكا باش تجي منسمه في الزيتون. هاد الحرور هادي انا جبت هاد المزيودات كارمين، قطعوهم غير بهاد الطريقه هكذا عشوائيه، ما تدقوها ما والو، باش داك الطريفات ديالها كيبقاو في الزيتون. صدقوني هاد الزيتون راه تقدروا تاكلوه غير هو بوحدو، ما تاكلوه معاه لا خبز لا حتى شي حاجه، كيجي غزال. كنفرتتها بحال هكذا، ماشي بالضروره ما تدقوها شي. صافي، وعندي ورقه موسى حتى هي كنقطعها غير طريفات هكا باش تطلق داك النسمه ديالها. انا كنت بغيتها تكون خضر باش تطلق النسمه اكثر، لكن ما وجدتش عندي، عندي غير اللي كارمه ميبسه. غادي نقطعها حتى هي بحال هكا، تقدروا تخليوها سايله، انا كما قلت لكم قطعتها باش تطلق لي شي النسمه. عندي الثوم غادي غير هكا غادي نكرازيها هكا ما بين يديا مع الموس. صافي، وغادي نحيد داك الجلفه ديال هذاك القشره ديالها، غادي نزولها وغنخليها بحال هكا صاينه طريفات هكا، حيت ديجا كرازيتها عصرتها ما بين يديا.
بحال هكذا، واللي بغى ما يديرش الثوم ما يديرها شاي، ولكن كما قلت لكم كتجي غزاله، كتطلق واحد النسمه فنه فنه صراحه. حيت انا كما قلت لكم ما عندناش هذيك العشبه مانتا، ما كتواجدش هنا في كازا، ولكن ان شاء الله الا مشيت راه غادي نجيبها. حنا عندنا تما موجوده في الجبال تبارك الله، غزاله كيجي بها الزيتون صراحه كيجي لذيذ. كنجيبوها خضراء وكنديروها في الزيتون هكذا كحال كتجي غزاله. ديروا على حساب القياس اللي بغيتو، هكا تقدروا تقلوا في الثوم تقدروا تنقصوا فيها. وهاد الحرور انا واخا درتها راه ما حراش بزاف، شويه غير هي كتعطي واحد، كتجي شويه هكا غزاله ما حراش ما بين وبين. وغادي نضيف الملحه القياس باش ما نديرش الملحه بزاف. عندي واحد الكاس ديال زيت الزيتون بحال هكا، تقدروا ديروا اكثر. غادي نخلطو مزيان بحال هكذايا باش تطلق ليا داك الحرور، تطلق ليا الثومات، تطلق ليا داك الزعتر في هاد التشرميله هكذا. راه ما كتجيش حاره بزاف كما قلت لكم، اللي بغى يزيد الحرور يزيد الحرور. وغادي نضيف شويه بشويه هاد الزيتون، اصلا كيطلق الزيت الراسو. انا غندير القياس، نقدر نزيد كاس واحد اخر ديال زيت العود، واللي ما عنده شي زيت العود عادي واخا يدير الزيت العاديه ماشي مشكل. هي هذا هو السر الواحد ديال هاد الزيتون باش كيكون ناجح وكيبقى صحيح، ما كيخسرش. وغادي نخلطه بحال هكذا، وغادي نخليه انا ملي غندير له هاد الشرميله هذه غادي نخليه مرقد فيها ليله كامله. وكل مره كندور كنقلبه بحال هكذا، هو انا غنخليه في الكوزينه كل مره غنبدا نقلب هكذا باش كتدخل داك الشرميله في الزيتون. ولا بغيتو تضيفوا ليه شويه د الكمون ضيفوا ليه الكمون، حتى هو راه كيعطي واحد البنه غزاله. كنضيف شويه بشويه باش تدخل هكا تدخل داك الليقامه تدخل في الزيتون. ومازال غادي نزيدو الزيت، دابا غنشرملو مزيان، ولكن مازال غنزيدو الزيت باش يبقى هكا الزيت فوق منه باش ما يخسرش ليا. ومنين تديروا له الزيت حتى الا ما درتوش ليه الزيت هكا تغطي داك الزيتون من الفوق، يكون عندكم الزيت فعلا فيه، ولكن كل مره بقاو تخلطوا فيه فيما تجيو تنزلوا منه كتاكلوا منه بقاو تخلطوا داك الزيتون مزيان. حيت هنا في كازا عندنا لا ميديتي كيبقى يدير داك صوفه بيضاء على الوجه، وهذا راه ما كيديرها شاي بحال هكذا. دابا خليته هكذا مرقد، غادي نضيف عليه الكامون شويه. انا اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش ما يديروش. انا كنت باغا نديرو حبوب ولكن ما اتصاب، ما عنديش حبوب، عندي غير هذا مدقوق، لكن هذا الشيء غزال. انا قلت لكم كيجي لذيذ 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 ديال بصح، ما زعما ما تشبعوش منه. وهاد الحرورات حتى هي كتعطيه واحد البنه، هي ما حاراش بزاف. الا بغيتو تكثروا نتوما الحرور كما قلت لكم تقدروا تكثروا الحرور، اللي كياكل الحرور ما عندوش مشكل يقدر يكثر فيه الحرور، اللي ما كيبغيش الحرور بمره ما يديرها شيء، ولكن راه ما حراش كتبقى بحال هكذا. ها هي شفتوها دابا رطابه بقات طريفات، وداك الثومه كتبقى طريفات هكذا. وغنخلي بحال هكذا مرقد، غنبيتو ليله كامله ثاني عندي، وعاد من بعد غادي نعمرو في شي بواطه وبقاو تجبدوا منه وكلوا. دابا غادي نخلي بهالطريقه هكذا، وفنيت بيتو مرقد دورو وسيبوه بيديكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الزيتون ديالنا، هو واجد. وهما الطريفات ديال الثومه كما قلت لكم كيبقاو باينين، والسودانيه بغيتو تحيدوا داك الثومه حيدوها. وكنتمنينا الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه، وما تنساش تدعموني بلايك واشتراك، وشكرا لكم.